هيني بمحطة البنزين، يا الله أول مرة بحياتي بطول هالقد، مش معقول شو أخذ وقت، مش معقول. عندي تدريب، تأخرت. مشكلة عم بستعمل أنا حاليا بسيارة أمي، وقالت لي روح عبي بنزين قبل ما تروح على تدريبك، تلت ساعة على الأقل، تلت ساعة. الحمد لله يعني اليوم بدايته صراحة يعني ما كان في حماس، ما كان في طاقة، ما كان في حافز تفكير، قدرة اني افكر على موضوع التيك توكس وهيك. حتى فيديو لليوم يوتيوب ما كنت عارف شو بدي اعمل، هيك من الايام اللي صفر فيش اشي هون. اشوف البنزين لسه مطول الشاب. المهم الحمد لله في واحدة اليوم وقعت معاي انها تكون عميلة، انا اكون اللايف كوتش تبعها. الفترة هاي جدا هادية زي ما انتم عارفين بسبب الاوضاع وهيك، يعني مش كتير ناس متحمسين انهم يدفعوا لهذا الموضوع، بس انه يعني اشي برفع المعنويات لما كل ما حدا يجي يقرر انه بده يعني انا اكون لايف كوتش تبعه. والاشي الحلو في الموضوع كمان اني الحمد لله بستمتع في هذا الاشي، يعني لما اشوف بنهاية الجلسة انه والله انه والله بنهاية الجلسة الشخص حس بأريحية، الشخص حس بتطور، شغلات زي هيك، الحمد لله بنبسط. يعني شكلنا قربنا نخلص بنزين، قربنا نخلص بنزين. يعني انا لازم اوصل للتدريب، ما بدي اطول عليكم لانه صراحة تعبان، فيش اشي كتير في بالي عشان احكيه، بس انا بدي احكي شغلة ويمكن حكيتها في فيديوهات ماضية بس اليوم كتير حسيت فيها، اللي هي مسألة انه حتى لو انت مش قادر، حتى لو انك انت تعبان، حتى لو يعني ما عندك افكار وما عندك الطاقه وهيك، حاول انك على الاقل تعمل إشي. يعني انا الحمد لله بسبب اني انا قررت اني اعمل إشي نزلت فيديوهات على تيك توك، ان شاء الله بدي انزل هذا على اليوتيوب الليله. يعني اليوم طلع انه فكرت ما حيكون فيه انتاجيه بالمره، صار فيه والله مستوى انتاجيه منيح، يعني زائد ان رحت على التدريب وهلا الحمد لله مكسر. فعن جد في الايام اللي انتم مش نفسكم تتحركوا فيها، مش نفسكم تسووا إشي فيها، ما بدكم تطلعوا من التخت، ما بدكم تفتحوا عيونكم، ما بدكم تنزلوا التليفون، اللي هو حاول انكم بس انكم تعملوا شغله صغيره. صدقوني شغله صغيره ورا شغله صغيره ورا شغله صغيره ممكن فعلا وقتها يومكم يصير حافل. وفي شغلة كمان أنا عادة كانت بتنرفزني لما يكون على التيك توك عدد الفيوز إشي سيء سيء سيء، بالذات إني أنا صار لي 3-4 ساعات منزل الفيديو، هلا بحط لكم الصور. وغير هيك الإشي الغريب إنه عدد الفيوز إشي وعدد الكومنتات إشي وما فيش لايكات، يعني في إشي غريب. وأنا شفت إنه هذا الإشي عم بيصير مع صناع محتوى تانين كمان كبار، فشكله في مشكلة منيحة يعني في التطبيق، فخلينا نشوف إمتى حيحلوه. على كل حال اللي شاف فيديوهات التيك توك شكرا لكم. عادة هاي الشغلات بتنرفزني، بس أنا قد ما أنا تعبان كنت هيك بقول تعرف زبط على التيك توك، زبط جاب فيوز، جاب ما جابش ما بهتم. فهيك من هاي الايام حتى اني لما اجي بدي اعصب ما عندي طاقه. خلينا نشوف هلا عدد ساعات المشاهده. واو صراحه الحمد لله هلا انتبهت انه هذا الرقم صار 4000، صرنا هينا خطوه اقرب كمان على ال 10000 سبسكرايبر. هون كمان احرزنا تقدم الحمد لله، وان شاء الله احنا دائما عم نحاول نقرب على هذا الهدف. بعرف انه هذا الفيديو كان بسيط، بس صراحه انا كمان من الناس بالنسبه له الاستمراريه كثير مهمه، فكان لازم انزل شيء على اليوتيوب. وهذا كمان ممكن يكون حافز بالنسبه لكم انه حتى لو انتم تعبانين على الاقل تستمروا ولو بشيء بسيط، عشان انتم ما تخسروا هاي قوة الدفع اللي انتم جمعتوها وحوشتوها من الايام الماضية. شكرا كتير لكل حدا حضر للنهاية، وان شاء الله نشوفكم في فيديو بكرة.